هو عاملينكم من الحاجات دي هي اللي مرتبطه بالجيل هي اللي مرتبطه بالجيل والكلام ده. عندي حاجتين اثنين كورنيا سكارنج وكورنيا مرتبطه. طبعا دول حاجتين عاوزين وقت على ما يحصلوا على ما الالتر تخف ويحصل لها فايبروز ويحصل لها سكارنج عايزه وقت. والفاسكولاريزيشن على بال ما يحصل جوه الكورنيا من ايام ما كنا بنتكلم في البلط واحنا بنقول ان دخول البلط مثل جوه الكورنيا عمليه بطيئه خالص محتاجه وقت تمام. وبالتالي الحاجتين دول السكارنج والفاسكولاريزيشن محتاجين ايه؟ محتاجين وقت. هما الاثنين في العنوان الاولاني اللي هو كورنيا سكارنج الاقي العنوان الاولاني ده متفرع تفرعتين اثنين حاجه اسمها كورنيا اوباسيتي وحاجه اسمها ابنورمال سكار. ايه الفرق بينهم؟ بصوا يا جماعه كده انا لو رسمت المقطع ادي الكورنيا اهي والايرن والسبيس اللي ما بينهم اللي هو الانتيرور تشامبر ده مقطع عادي خالص كده انا رسمته تمام. لو جيت اعلم على الحته دي كده في الكورنيا واعلم عليها كده واقول الحته دي بقى فيها سكار تمام. ابص للمنظر الاقي ايه؟ الاقي جزء من الكورنيا عادي ماشي مع نفس المسار ونفس الكيرف بتاع الكورنيا مفيش اي فرق. كل الفرق ان الكورنيا الطبيعيه كبير لما يجي الضوء يعدي منها لكن الحته دي فيها اوباسيتي يجي الضوء يقف عندها ويرجع يعدي. دي المنظر ده هو اللي سميه العنوان ايه؟ كورنيا الاوباسيتي. يبقى الكورنيا السكارنج لما حصل هنا عمل اوباسيتي بس ما عملش حاجه زياده تمام؟ الحاجة الثانية بقى أو العنوان الثاني رقم بي اللي هو abnormal scar. إمتى يحصل سكار وأسميها abnormal scar؟ إمتى؟ لما السكار يبقى فيها كاركتر غريبة. بصوا مثلا المنظر ده الحتة اللي أنا مظللها دي عبارة عن سكار في الكورن. إيه الغريب اللي في السكار هنا؟ الغريب اللي في الاسكار هنا انها مش ماشيه مع الكيرف العادي بتاع الكورنيا خالص. يا جماعه كده الكورنيا المفروض الكيرف بتاعها اهو هي بقت بلجنج كده بقت طالعه فوق الكيرف بتاعها. فعشان كده الاسكار دي بقى فيها صفه غريبه قبل ما نقول اسم الموضوع ده ايه بقى اسمها ابنورمال سكار. يبقى احنا بدايتنا النهارده مع الليت كومبليكيشن اوف نمبر فوريد الالسر. الليت كومبليكيشن بتاع نمبر فوريد الالسر هي الحاجات اللي محتاجه وقت على ما تحصل. هي عنوانين كورنيا سكارنج وكورنيا فاسكولاريزيشن. الكورنيا سكارنج حاجتين مجرد السكارنج يحصل لكن يبقى مجرد جزء من الكورنيا ماشي مع نفس الكيرف مع نفس الكونتور بتاع الكورنيا اسميه كورنيا اوباسيتي. يبقى العنوان ايه؟ العنوان دي هيحصل سكارنج بس السكارنج اللي هتتكون هيبدا يبقى فيها صفه غريبه انها مثلا مجرد مثال زي المنظر ده ان السكار تبقى بلجنج ومرتفعه عن سطح الكورنيا فانا اسميها اب نورمال سكار. ماشي كده؟ يبقى ده الترتيب بتاع الموضوع. يبقى الليت كومبليكيشن كورنيا سكار وكورنيا فاسكولاريزيشن والكورنيا سكارنج حاجتين اوباسيتي واب نورمال سكار. نركب بقى التقسيمه ديت دقيقتين اثنين كده ونركز مع بعض في الحاجه اللي هنقولها دي. نجمع كده تجميعه معينه مع بعض وبعدين نرجع من السكيمة ثانيه ونرتب الكلام نلاقي الكلام ده. نرسم بقى كلنا يا جماعه كده بالورقه والقلم نرسم مع بعض الرسومات البسيطه اللي انا هرسمها دي. انا هرسم اربع اشكال اربع مقاطع كورنيا وايه وانتيرو تشامبر وايرن زي ما انا راسم باربع اشكال مختلفه نرسمهم مع بعض كده ونعلق عليهم. الحته المتظلله اللي انا بعلم عليها دي في الكورنيا دي السكار وده الايرن ده الشكل الاولاني شكل خالص. الشكل الثاني هرسمهم الاول مع بعض وبعدين هنعلق عليه. بصوا كده سكار اهو بس الايرن لازقه في السكار. المنظر الثاني هنا المنظر الثالث هو منظر السكار الغريبه اللي عامله برضه السكار اهي اللي انا مظللها وادي الايرن بالطريقه دي. المنظر الرابع السكار
اللي عامله بالسنج كده بنظللها كده، والايرس كمان لازقه في المسطره. نرسم بقى مع بعض كده يا جماعه. نرسم عندي اربع اشكال، اربع اشكال كل واحده كده ارسمها اهو براحتكم، انا هبقى انا خالص اهو. عندنا اربع اشكال، الاربع اشكال دول لاربع امراض مختلفه موجودين في الكتاب عندنا، متنطورين بس حته هنا وحته هنا، نجمعهم كده لهدف معين هقول لكم عليه دلوقتي يعني. ماشي؟ دول اربعه ديزيزز مختلفه. نعم؟ لا لا مش تبع التفريز، لو قلت لكم البدايه انت التقسيمه دي هنرجع لها دلوقتي، انا راسم دلوقتي مجرد اربع اشكال. التقسيمه الاولانيه اللي هي كورنر سكارنج وفاسكولاريزيشن وفاسكولاريزيشن وفاسكولاريزيشن، اركنها اركنها دلوقتي. انا راسم ايه الاشكال دي؟ كل شكل من الاشكال دي يا جماعه عباره عن سكشن مقطع باين فيه الكورنيا وحته متظلله في الكورنيا اللي هي السكار. يبقى في الاربع اشكال في الاربع امراض دول عندي سكار. تمام؟ اول شكلين واحد واثنين السكار عادي. تمام؟ في الشكلين ثلاثة وأربعة السكار عامل بلجنج. تمام؟ طب في الشكلين الأولانيين اللي هما واحد واثنين السكار عادي، بس واحد الأيرس مش لازقة فيه وواحد الأيرس لازقة فيه. في الشكلين اللي بعد كده سكار بلجنج، واحد الأيرس مش لازقة فيه وواحد الأيرس لازقة فيه. معايا يا جماعة كده؟ يبقى دي هي الايه؟ الأربع أشكال اللي عندنا. الأربع أشكال دول جمعناهم كده مع بعض وبنقولهم مرة واحدة ليه؟ لأن الأربع أشكال دول هم أربع أمراض زي ما أنتم شايفين قريبين قوي من بعض. قريبين جدا في المنظر من بعض. كلهم فيهم سكارنج في الكورنيا. تمام؟ ويا إما الأيرس شابك، يا إما الأيرس مش شابك، ويا إما السكار في مكانه، يا إما السكار عامل بلجنج، فالفروق اللي بينهم فروق بسيطة. علشان كده أي مرض منهم الديفرنشال دايجنوزيس بتاعه يبقى الثلاثة التانيين. إحنا عارفين معنى كلمة ديفرنشال دايجنوزيس. تمام؟ لما بقول لك ديفرنشال دايجنوزيس بتاع كذا بتجيب الأمراض اللي شبهه وتكتبها. يبقى الديفرنشال دايجنوزيس بتاع أي واحد من دول الثلاثة التانيين. تكتبه لما اقول لك الديفرنشال دايجنوزيس بتاع المرض ده اللي هنسميه ونعرف اسمه دلوقتي، تكتب دول. وما اقول لك الديفرنشال دايجنوزيس بتاع ده، تكتب الثلاثه التانيين. وهكذا. ماشي يا جماعه كده؟ يبقى ده اللي هو الايه؟ ده اللي خلانا نجمعهم كده مع بعض عشان هم الاربعه مرتبطين. احنا هنيجي دلوقتي نبص رسم لكل رسمه ونوصف الاثنين. لما ابص للرسمه دي الاقي ان في سكار في الكورنيا اهو، فهكتب تحتها ان في سكار ان ذا كورنيا. انا ما بقولش اي حاجه جديده، انا بشوف ايه الكلام اللي موجود في الرسم. هل الايرس هنا شابكه في السكار؟ لا، دي اعبر عنها اقول ان الايرس نوت انكارتريتد. انكارتريتد يعني شابكه في السكار. يبقى الرسمه الاولانيه دي فيها حاجتين اثنين، فيها سكار ان ذا كورنيا والايرس مش شاكه في السكار. بصيت للرسمه وبصيت قلت سكار في الكورنيا والايرس ايه؟ نوت انكارتريت. يبقى ده كده اول حاجه. الرسمه الثانيه فيها برضه سكار ذا كورنيا، ما اختلفناش، بس الايرس هنا ايه لما اوصف؟ الايرس هنا تبقى انكارتريت. الرسمة الثالثة لما اجي اوصف ينفع اقول ده سكار عادي؟ ده ابنورمال سكار. الابنورماليتي اللي حصلت في السكار هنا ان السكار عمل بلجنج. البلجنج ده اسمه اكتيزيا. اكتيزيا دي كلمة لاتيني كده معناها بلجنج. معناها بلجنج. تمام؟ يبقى لما اجي اقول واوصف ايه اللي هنا ما اقولش ان ده سكار عادي، اقول اكتاتيك سكار، يعني سكار فيه اكتيزيا. اكتاتيك سكار ان ذا كورنيا. الايه اللي هنا اخبارها ايه؟ انكارتريتد ولا نوت انكارتريتد؟ الايه نوت انكارتريتد. الرسمه الرابعه ده سكار عادي ولا اكتاتيك سكار؟ اكتاتيك سكار برضه ولا اكتاتيك؟ سكار
بعض، تمام كده؟ نبدأ بقى أسامي الأمراض دي. دم اسمه جليوكوما نون أكرم، وده اسمه جليوكوما أكرم. طبعا أكيد واضح إن أكرم ونون أكرم بتسمك كده، الأيرس لازقة فيها وهنا الأيرس مش لازقة، يبقى ده جليوكوما نون أكرم، جليوكوما أكرم. المنظر الثالث ده اسمه كيرات اكتينيا. كيرات طبعا يعني كورنيا، واكتينيا يعني بلجن، عشان كده سمينا دي طبعا ايه الكورنيا اللي عامله بلجن، كيرات اكتينيا. المنظر ده اسمه انتيريور ساكيلوما. انا عندي يا جماعه اربع امراض، كل واحد فيهم الديفرنشال دايجنوزز بتاعه ثلاثه سنين. اما اقول لك ايه الديفرنشال دايجنوزز اوف ليوكوما ادهرنت، تقول لي ليوكوما نون ادهرنت وكيرات اكتيزيا وانتيرو سافيلوما. الديفرنشال دايجنوزز بتاع الكيرات اكتيزيا ليوكوما ادهرنت وليوكوما نون ادهرنت وانتيرو سافيلوما وهكذا. طيب الاربع امراض دول التعريف بتاعهم، الديفينيشن بتاعهم والفيتشرز بتاعتهم هي الوصف اللي كتبناه في السطرين ده. يعني انا لما اقول لك تعريف الليوكوما نون ادهرنت ايه؟ تقول لي هي سكار ان ذا كورنيا in the which the iris is not incarcerated. طب تعريف الليوكوما ادهرنت، تقول لي انها سكار ان ذا كورنيا in the which the iris is incarcerated. تعريف الكيرات اكتيزيا، اكتاتيك سكار ان ذا كورنيا in the which the iris is not incarcerated. تعريف الانتيرو سافيلوما، اكتاتيك سكار ان ذا كورنيا in the which the iris is incarcerated. انا دلوقتي رسمنا الرسمه، وصفنا شكل الاير، شكل الكورنيا فيها سكار ولا اكتاتيك سكار، والاير انكارسريتد ولا لا. وصفنا الوصف، الوصف ده هو الديفينيشن وهو الكلينيكال فيتشرز بتاع كل مرض. ده سكار في الكورنيا والاير الشابكه فيه انكارسريتد، ده سكار الاير مش شابكه فيه، ده اكتاتيك سكار والاير الشابكه فيه، وده اكتاتيك سكار والاير مش شابكه فيه. ماشي كده؟ دول الاربع حاجات المرتبطين ببعض. أول حاجة بقى نقول بعض الإيه؟ الكومنت عليه. الصورة دي ودي، بصوا كده، الاثنين دول. دي اللي مع بينهم إيه؟ إن الأيرس انكارسريت هنا وهنا. إيه اللي يخلي الأيرس يلزق في ظهر السكار من ورا ده؟ إيه اللي ممكن؟ إيه يعني إيه اللي بيخلي هنا الأيرس مش لازق في السكار وهنا الأيرس لازق في السكار؟ الايه؟ اللي يعمل يا جماعه المنظر ده هو حاجه واحده، الكورنيا البرفوريشن. البرفوريت الارض. ليه؟ بصوا يا جماعه كده، انا لما ابقى بتكلم عادي خالص، بصوا يا جماعه كده، ده منظر الكورنيا اهو، ده مقطع عادي خالص بالطريقه دي. تمام؟ الكورنيا تركيبها فايبر تيشو، يعني الكورنيا لها ايه؟ لها قوام كده وتفضل ثابته في الايه؟ في المكان اللي هي فيه. الايرس مش كده، الايرس ده سوفت تيشو. طب ايه اللي بيحكم ان الايرس دايما موجوده في البوزيشن بتاعها كده؟ قدامها الميه اللي جوه العين اللي هي الايكور، وراها عدسه العين الليمبيك. يعني الايرس اللي بتخليها مفروده وباينه قدامك بالطريقه دي، حاجه سندها من قدام وحاجه سندها من ورا. من قدام فيه الميه اللي جوه العين اللي هي مكونه الانتيرو تشامبر وفاصله الايرس عن الكورنيا، ومن وراها سكه الايه؟ الليمب، عدسه العين العاديه. لما بيحصل بيربوريشن في الكورنيا كده، حتى بالبلدي بس يقول لك البيربوريشن ده، يقول لك العين اتصفت. اتصفت ليه؟ الميه دي طلعت. هل لما الميه دي تطلع تفضل الايرس في مكانها؟ لا طبعا، تروح الايرس طبعا هي كمان، تروح الايرس هي كمان طالعه. لما يحصل بقى هيلينج والبرفوريشن ده يسد الفايبر ارتيشو، يقوم يعمل سكار، الايرس تبقى شابكه فيها، تلاقي الفايبر ارتيشو راحت ايه؟ راحت واخده الايرس مع الايه؟ مع الكور. يبقى دلوقتي بنقول ايه؟ الليوكوما ادهرنت والانتيرو سافيلوما الحاجه المشتركه ما بين الاثنين دول هو ان الايرس انكارسريت في السكار. دول ما تجيبش سيرتهم الا لما ابقى بتكلم على بيرفوريت الالسر. تمام؟ الحاجتين بقى الثانيين اللي هم الليوكوما نون ادهرنت، الليوكوما نون ادهرنت
مع استيراد الكيس ديت اللي هم الحالتين التانيين دول هنجيب سيرتهم في النون فوريت الارض. دي القاعده اللي عندنا. لها اكسبشن واحد هنعرفه بعد شويه، بس دي القاعده الاساسيه. لما انا بتكلم في خامه نون فوريت الارض ابقى بتكلم على حاجتين. ليوكوما نون ادهرنت وكيراتيك تيست. لما انا بتكلم على بيرفوريت الالسر البيرفوريشن خلى الميه اللي جوه العين تطلع وخلى الايرس يطلع وراها يلزق في الكورنيا. تمام؟ فلما بتكلم على بيرفوريت الالسر هجيب سيره الليوكوما انترن والانتيريور السابيلو. ماشي كده؟ طيب جميل قوي. لما نيجي نبص للرسمه يا جماعه، ايه الفرق في الرسمه ما بين ليوكوما نون ادهرنت وكيراتيك تيست؟ الرسمه رقم واحد والرسمه رقم ثلاثة. البلجنج بس. تمام؟ وايه الفرق بين اللي يكون ادهرن والانتيريور والستابيلوما؟ برضه البلجنج. تمام؟ طب ايه بقى سبب الاكتيزيا دي؟ يعني لو جيت انا اجمع الايه؟ الاثنين دول مع بعض واقول لك الاثنين دول المشترك اللي ما بينهم هو الاكتيزيا. اللي حصلت في الاسكار. ايه سبب الاكتيزيا؟ ايه اللي ممكن ان هو يخلي الاسكار العادي ده اسكار عادي يا دكتور، ايه اللي يخليه يبقى بلجنج ويطلع لفوق؟ بص يا جماعه عندنا جوه العين في ضغط. في ضغط. تمام؟ الضغط ده جاي من الخارج اللي محطوط جوه العين وده هو الهوا. دايما في جسمنا الضغط جوه اعلى من الضغط الجوي، اعلى من الهواء اللي بره. فدايما الضغط اللي جوه ده عمال يزق على بره. الضغط في جسمنا اعلى. فدايما الضغط جوه عمال يزق على ايه؟ على بره. طيب تفتكروا مين الاقوى؟ الكورنيا ولا السكليرا؟ طيب تفتكروا يعني انهي الاقوى لو قلت لك الاقوى الكورنيا ولا السكليرا؟ هي دي الاجابه اللي بتبقى دايما في ذهن الناس. تمام؟ لان انت شايف ان الكورنيا ايه؟ شفافه كده وبتاع، فانت مستهيفها كده يعني. ومتهيألك ان السكليرا عشان لون ابيض وجامده كده، لا الكورنيا اقوى وبكتير كمان. ليه؟ الكولاجين فايبرز اللي في الكورنيا لانها مترتبه وريجولار ماسكه في بعضها وده اللي مديها ايه؟ قوه. غير الكولاجين فايبر الملعبكه اللي مع بعضها اللي في السكليرا، يعني كتير جدا ان واحد مثلا ينخبط بكوره مثلا في عينه، تبص تلاقي السكليرا حصل لها ربشه، السكليرا اللي هي اتفتحت وعملت جرح. اتقطعت، لكن الكورنيا سليمه مع ان الاصابه واحده. القوه اللي اثرت هنا هي اللي اثرت هنا. لا بالعكس. في شبكه كده ولا شبكه بالعكس، انت لما تجيب كراسه الورق بتاعها متسلسل كده فوق بعضه ومترتب زي الكولاجين فايبر اللي في الكورنيا وتحاول انك تمسكها من الطرفين وتقطع، عمرك ما تعرف تقطع. عمرك مستحيل ما تعرف تقطع. تمام؟ غير لما يبقى شوية ورق كده متلعبكين ورقة جاية كده وكده وكده وتمسك الطرفين تلاقيها اتقطعت معاك. لا طبعا. الكورنيا هي اللي ايه؟ أقوى بكتير جدا من السكليرا. طيب السكار ده حصل فيه فايبروزز بقى شبه السكليرا، ما بقاش شبه الكورنيا. لأن إحنا بنقول إن لما هيحصل سكارنج ويحصل فايبروزز في الكورنيا، الكولاجين فايبرز المتنظمة ما بقاش دلوقتي في السكار ده متنظمة. كنت بقول لك الاستروما بتاع الكورنيا اللي هي تمثل 90% من الكورنيا ثيكنس او اكثر، الكولاجين فايبرز فيها بتبقى ريجولار دي ارينجد، وده اللي بيخلي الكورنيا ترانسبرنت وكلير. لكن لما بيحصل هيلنج صحيح ان الاستروما بترجع تاني بس ما بترجعش زي الاول، بتبقى الفايبرز فيها ريجولار وبالتالي ايه؟ بتبقى فعلا السكار وتعمل فايبر ابتدت تبقى شبه السكليرا. خلاص احنا اتفقنا كده ان الكورنيا دي السليمه اقوى من السكار. يبقى الضغط اللي جوه العين اللي عمال يزق، لما يزق على الكورنيا الطبيعيه ما يقدرش يزقها، انما لما يزق على السكار يقدر يزقها لقدام ويعمل بلجنج. يبقى سبب الاكتيزيا هي الانترا اوكيولار بريشر العالي اللي هنشوف بيحصل ليه في بعض الايه؟ في بعض الحالات اللي عندنا. احنا قايلين اساسا ان من الكومبليكيشن اهي سكندري جلوكوما وضغط العين هيعلى اهي، زي ما احنا بنقول يبقى ضغط العين لما يعلى ممكن يزق الاسكار اللي اتكونت ويعمل لها اكتيزيا. ماشي كده يا جماعه؟ يبقى احنا ما نتلخبطش ما بين الاربع حاجات دول، الاربع حاجات اربع رسومات وتبسط الرسمه. لو رسمت الرسمه لو افتكرت ان الليوكوما نون ادهرنت دي رسمتها كده هتقول كل الكلام اللي عليها صح وتبسط كل الكلام اللي عليها صح. افتكر الرسمه اربع رسومات
وافتكر كويس قوي الثلاث تعليقات اللي قلناهم دول، ان الليوكوما نار ابيرال مع انفراد اكتيزيال دول يتقالوا خطلان بالخريطه الارض، الليوكوما ابيرال مع الانفيروستابيلوما دول هنقولهم هناك في البرفوريت الالفر. الحالتين اللي فيهم الاكتيزيال هقولهم لما ضغط العين يعلى وهو ده اللي هيسبب ان الاسكار يتحول من اسكار عادي لاكتاتيك اسكار. واضح كده الكلام؟ نرجع بقى للسكيم الايه؟ الطبيعي اللي احنا بنتكلم فيه. احنا خلاص جمعنا التجميعه دي وعرفنا الاربع حاجات دول، نرجع بقى نكمل الايه؟ الكلام العادي. الكلام العادي عندنا ايه؟ ان انا عندي الليل كوميونيكيشن بتاعت النمبر بريت الالتر، قلنا سكارنج وفاسكولاريزيشن، والسكارنج ده حاجتين اثنين، كورنيال اوباسيتي او ايه؟ او ابنورمال سكار. نبدا بقى نشوف الكورنيال اوباسيتي دي ثلاث انواع هنفرق ما بينهم، حاجه اسمها نيبيولا، وحاجه اسمها ماكيولا، وحاجه اسمها ليوكوما. من غير ما نقول اي حاجه، من غير ما نقول الليوكوما دي ادرنت ولا نون ادرنت؟ نون ادرنت. ما دام انا بتكلم على ايه؟ على نون بيركوليت الالسر، خلاص احنا حطينا الايه؟ البيزكس دي عشان ما نتلخبطش في الكلام بعد كده. الكورنيا الاوباسيتي ثلاث اشكال، نيبيولا وماكيولا وليوكوما. الفرق الوحيد اللي بينهم يا جماعه هو فرق عمق الاوباسيتي في الكورنيا. فلما ترسم الكورنيا، الكورنيا لها سم، لها ذكر، تمام؟ لو عندي اوباسيتي واخدة حتة صغيرة كده من السجنس دي اسميها نيبيولا. الاوباسيتي اللي هتبقى واخدة اكتر هسميها ماكيولا. الاوباسيتي اللي تبقى واخدة اكتر كمان بكتير كده هسميها ليوكو. يبقى في ثلاث اشكال عندي من الكورنيا الاوباسيتي، هنقارن بينهم، ودي من المقارنات المشهورة قوي، نقارن في النيبيولا والماكيولا والليوكوما. دول الثلاث اشكال بتوع الكورنيا الاوباسيتي. الفرق الاساسي يا جماعه اللي بينهم هو فرق الايه؟ فرق الدبث بتاع الاوباسيتي، عمق الاوباسيتي اللي نقول عليه الليفل اوباسيتي او الدبث اوف اوباسيتي. اللي عمل الفرق ده يا جماعه طبيعه الالتر من البدايه، مش انا بتكلم على كومبليكيشن للكورنيا الالتر. واحد كان عنده كورنيا الالتر سوبرفيشال، فلما عمل الهيلينج اتكون الفايبر اوبتيشن مكان الالتر برضه حته سوبرفيشال كده، غير واحد كان عنده كورنيا الالتر ديب عميقه قوي كانت على وشك انها تخرج الكورنيا وتعمل بيربوريشن، فلما حصل هيلينج اتكون الفايبروزز ديب برضه مكان الالتر اللي كانت موجوده، تمام؟ فعمل الايه؟ عمل المنظر ده. المقارنه بقى ما بينهم، اول حاجه معنى كل كلمه، ده اول حاجه بتبقى معموله. نيبيولا هي الكلمة المشهورة اللي الناس بتقولها، يقول لك عنده سحابة على القرنية، نيبيولا باللاتيني يعني سحابة يعني كلاود. ماكيولا يعني بقعة يعني سبوت. ليوكوما طبعا ليوكو يعني وايت. زي ليوكو تايبس كده، ليوكوما يعني ايه؟ يعني لونها أبيض. ليه سميناها أبيض ليوكوما؟ لأن الأوباسيتي اللي في الكورنيا لما تبقى عميقة قوي كده تبقى شبه السكليرة. هي السكليرا لونها ايه اصلا؟ السكليرا لونها وايت، تمام؟ والاوباسيتي دي قلنا في التركيب شبه السكليرا اصلا، بقت شبه الايه؟ بقت شبه السكليرا، لان الكولاج فايبر فيها بقت ريجولار لارينج زي السكليرا، يبقى دي معناها كلاود ودي معناها سبوت ودي معناها وايت. دي واصله في العمق بتاع الكورنيا لحد تلت الثيكنس بتاع الكورنيا. دي واصله لحد نص الثيكنس بتاع الكورنيا، دي معديه تبقى اكتر من نص الثيكنس بتاع الكورنيا. تمام؟ كل الاوباسيتي ما تبقى سميكه كده واصله لثيكنس اعمق في الكورنيا، كل ما تبقى اوباسيتي تقيله علامه ايه؟ شديده قافله. فلما اوصف الاوباسيتي هنا اقول انها فين؟ فين يعني اوباسيتي خفيفه، فين اوباسيتي؟ فين اوباسيتي؟ ده لما اوصف النيبيولا. لما اوصف الماكيولا اقول انها ميديوم اوباسيتي، اوباسيتي متوسطه. لما اوصف الليوكوما اقول انها دنس اوباسيتي،
وبات دي ايه؟ وبات القوية او تمام؟ اكيد لما واحد يبقى عنده ليوكوما يبقى الأوبات دي قاتلة خالص ومش شايف منها حاجة غير لما يبقى عندنا ايه؟ نيجولا. تمام كده؟ طيب كويس قوي. يبقى انا عندي دلوقتي تحت عنوان الكورنيا الأوبات دي ده عندي ثلاث اشكال للأوبات دي، نيجولا وماكولا وليوكوما. عرفنا معنى كل واحد، عرفنا الأوبات دي واصلة للليفل او الدبس بتاعها فين؟ هنا السلك، هنا النص، تبقى اكتر من النص، هنا الاوباسيتي دي فين؟ هنا ميديم، هنا ايه؟ هنا دنس اوباسيتي. طيب الكلام ده يعتبر الجزء الايه؟ النظري بتاع الموضوع. الفرق الرابع ما بينهم ده الفرق رقم واحد اثنين ثلاثه، الفرق رقم اربعه بقى ما بينهم هو فرق الكلينيكال. انا لما ابص في عين المريض اللي قدامي عاوز اعرف على طول من غير ما اقعد اوجع دماغي وابص للايه؟ للليفل بتاع الاوباسيتي والكلام ده، عاوز اعرف الاوباسيتي دي نيبيولا ولا ماكولا ولا ليوكوما، فبعمل ايه؟ ببساطة خالص يا جماعة، مش أنت لما بتبص من خلال الكورنيا الكلير مش بتشوف الأيرس اللي وراها، الأيرس اللي هو الجزء الملون اللي وراها، وبتقدر تشوف الأيرس واضحة خالص بكل الديتيلز والتفاصيل بتاعتها. تمام كده؟ طيب لما يبقى عندك عتامة في الكورنيا أوباسيتي وأنت بتبص من خلال العتامة للأيرس اللي وراها، هتعرف تشوفها كويس؟ لا. أكيد إيه؟ أكيد لا. طيب يبقى أنا دلوقتي لما أشوف الفرق الرابع ان انا احاول اشوف الحاجه اللي اسمها الايرس ديتيل، تفاصيل الايرس. هنا الايرس ديتيل في النيبولا لانها اوباسيتي خفيفه، اقول الايرس ديتيل بارتلي سين. يعني قادر اشوف حته وحته؟ لا. ده معنى بارتلي سين. في النيبولا الايرس ديتيل اقول عليها هاردلي سين. هاردلي سين يعني ايه؟ يعني متشافه بالعافيه، بصعوبه باردة جدا. في الليوكوما الايرس ديتيل نصي، ما بقدرش اشوفها خالص، لان اتفقنا ان الليوكوما دي بقت شبه السكليرا، حاجه حته لونها ابيض في الكورنيا زي البياض بتاع العين كده، حاجه بقت ايه؟ بقت شبه السكليرا، ما تقدرش تشوف اللي ورا. يبقى دي التفرقه ما بين الثلاثه ليفلز بتوع الايه؟ الاوباسيتي. هنا الايرس ديتيل ده بارت ديتيل، هنا بارت ديتيل، هنا ايه؟ هنا نصي. يبقى انا عندي ثلاثه ليفل للاوباسيتي، عرفت الفروق اللي بينهم وبين بعض. نيجي على العنوان اللي بعده اللي هو abnormal ايه؟ abnormal scar. طيب كويس قوي. الابنورمال سكار هياخد شكل من الاشكال دي. بصوا يا جماعه، ده الشكل اللي انا رسمناه من شويه. اسمه ايه الشكل ده؟ اسمه كيراط اكتيزيا. يبقى لسه رسمناها. يبقى اول شكل للسكار اللي هي بلجنج دي اسمها كيراط اكتيزيا. كنا بنقول الكيراط اكتيزيا اكتاتيك سكار في الكورنيا الايرس نوت انكابسوليت. ماشي كده؟ طيب ممكن الاقي السكار خد شكل تاني العكس، بدل السكار ما بقى بلجنج بقى السكار ديبريس، بدل السكار ما بقى بلجنج من فوق السكار نزل لتحت وبقى ايه؟ وبقى ديبريس. بسميه انا الحاجات دي بعرفها اسم بس، كورنيا فاسد، كورنيا الفاسد، حته كده حفره موجوده في الكورنيا. او الشكل الثالث ده، بصوا يا جماعه، ده سكار عادي خالص اهو في الكورنيا، انا ما قلتش فيه اي حاجه، بس فوق من الكونجنتايفا جاي شابك فيه، الكونجنتايفا مش من الايرس ده ولا حاجه. يبقى اسمه ايه ده؟ سودو تريشن، اللي احنا قلناه قبل كده الديفرنشال دايجنوزز بتاع تريشن. يبقى تحت عنوان ابنورمال سكار اللي يخليني اقول على اي سكار ان هو ابنورمال ان يبقى فيها صفه غريبه. الصفه الغريبه اللي موجوده في السكار دي يا اما ان السكار يبقى مرتفع اقوم اقول كيراط اكتيزيا، يا السكار يبقى ديبريست اقوم اقول كورنيا الفاسد، يا اما ايه؟ يا اما ان يبقى شابك في السكار فولد من كونتنتايفا فاقول اسمه سودو تريشيا. يعني لا لا، ده سكار عادي بس شابك فيه. اي سكار حتى لو في بلط، اي سكار يشبه فيه فولدر وكونفرتايفا اقول عليه كودو تريشن. ماشي؟ يبقى دي الكورنيال سكار. طبعا انا لما اجي اقول دلوقتي
خلاص الكورنيا سكارنج كده الكلام اللي عليها ايه خضر، ان الكورنيا سكارنج العنوانين كورنيا اوباسيتي نيبيولا وماكولا وليوكوما وابنورمال سكار كيراتيك تيزيا وكورنيا فاتت وسودو تريشيا. لما نيجي نقول مشكله السكارنج ايه الاساسيه، يعني واحد عنده كورنيا سكارنج تتوقع الراجل ده يشتكي من ايه؟ كان عنده ألتر والألتر خفت وعملت هيلينج وسابت فايبر تيشو سابت له سكار، الراجل ده يبقى شكوته ايه؟ مش شايف بالظبط، الراجل ده هيبقى شكوته انه مش شايف السكار دي اوباسيتي هو ما هوش شايف من لها، يبقى الكومبليكيشن الاساسيه هي ضعف النظر. يبقى لو قلنا كومبليكيشن اوف كورنيال سكارنج يبقى اول حاجه ديميوشن اوف فيجن، السكار دي عتامه في الكورنيا مخليه النور ما يدخلش من بره العين لجوه، الراجل مش شايف تمام؟ طيب لو السكار دي بقى حصلت في فتره اول ست شهور افتر ديث يبقى لها كلمه زياده بالظبط. ايوه لو السكار دي العتامه دي موجوده عند طفل في فتره اول ست شهور افتر ديث يبقى هتمنع الضوء انه يدخل من بره العين لجوه، يبقى الفوبيا مش هيحصل لها ديفلوبمنت، يبقى هيحصل عنوان الليمبو انترفيرنس والفوبيا ديفلوبمنت. لو الكلام ده حصل على ناحيه واحده يعمل ايه؟ يعمل امبليوبيا في العين دي وسكوير، ولو حصل على ناحيتين يبقى امبليوبيا ونستجمر. فاكرين الكلام ده؟ اول مره كنا بنقول الكلام ده فيها كان في الكوميونيكيشنز بتاعه كوز، وقلت لكم وقتها اي جزء في المنهج هيجي فيه اي سبب يمنع الدور اللي يدخل من بره العين لجوه هيتقال نفس الكلام ده بالنص. الفوبيا ما تبقاش ديفلوبمنت، لو على ناحيه يبقى يونيلاترال امبليوبيا وسكويل، ولو على الناحيتين يبقى بايلاترال امبليوبيا ونستجمر. فبيتقال الكلام ده كده ككومبليكيشن للسكارنج، ويرجع يتقال بعد كده في الكومبليكيشن بتاع الكاتاركت، وبعد كده يتقال في الكومبليكيشن بتاع الجلوكوما. يبقى ده من الثوابت اللي ايه اللي عندنا في المهد. دي المشاكل اللي ممكن تحصل مع الكورنيال سكارنج. العنوان الثاني كورنيال فاسكولاريزيشن. علشان يا جماعه نفهم ونتخيل الفاسكولاريزيشن في جزء كده قلبه يتغير عاوزين ان احنا نعرفه. احنا دلوقتي عاوزين نفهم الكورنيال فاسكولاريزيشن، طب نفهم حته صغيره كده الاول. ده مقطع عادي خالص انا عامله، دي الكورنيا ودي السكليرا، والكورنيا والسكليرا جنكشن اللي هي الليمبر اهي تمام. بصوا بقى يا جماعه المنظر ده، في بلاد فيسل ماشي على السكليرا ورايح في اتجاه الكورنيا. خليكم معايا يا جماعه، بلاد فيسل ماشي على السكليرا ورايح في اتجاه الكورنيا بس ما بيوصلش الليمبر. قبل الليمبر بمسافه من 2 ل 3 مللي بيغير اتجاهه ويعمل بيرسنج للسكليرا. ماشي يا جماعه؟ ده انا برسم دلوقتي حاجه نورمال في الاناتومي عشان افهم الكلام اللي هيتقال على الفاسكولاريزيشن. انا عندي ايه؟ بلاد فيسل عادي خالص ماشي فوق السكليرا، قبل ما يوصل للليمبر بمسافه 2 3 مللي بيروح ايه؟ خارج من السكليرا ونازل، ده اسمه انتيريور سيلياري ارتر او انتيريور سيلياري فيسل تمام؟ دي اسمها الانتيريور سيلياري. يبقى لو انت باصص كده على منظر العين انترو بوستيريور تلاقي البلاد فيسل اللي انا بكلمك عنه ده جاي كده ومش هيوصل للليمبر. خليكم معايا يا جماعه، هلاقي البلاد فيسل جاي وما يوصلش للليمبر. قبل الليمبر بمسافه 2 3 مللي تلاقيه اختفى عن عينيك، بدات انت ما تبقاش ايه؟ ما تبقاش شايفه خالص. ليه؟ لان هو المفروض عمل درس للسريرة فخلاص استخبى وانت مش شايفه. ده كده اسمه انتيريور سيريال فيسل، ده نورمال موجود عند اي حد فينا المنظر ده. البلاد فيسل اللي تلاقيه مات وقبل ما يوصل للليمبر تلاقيه اختفى كانه مش موجود لانه عمل بيرسنج للسكليرا. طيب في فيسل
قبل الانتيريور سيليا ده ما يعمل درس للسريره بيطلع بلانش كده رفيع. البلانش ده هو اللي يعدي الليمبك ويدخل في الكورنيا مسافه الواحد مللي. مش كنا بنقول الكورنيا افاسكولار بعدد بلاسترا الواحد مللي؟ البلانش بقى اللي طلع من الانتيريور سيليا وعدى الليمبك ودخل الواحد مللي في الكورنيا اللي احنا راسمينه بالازرق ده اسمه مش انتيريور سيليا دي بقى اسمه انتيريور كونجنتايفال ارتر. ماشي كده انتيريور كونجنتايفال ارتر. طيب الانتيريور كونجنتايفال ارتر دي لو هنرسمها على الرسمه دي نرسمها ازاي؟ برانش اهو رفيع طالع عدى الليمبك ودخل واحد مللي. المنظر اللي انتم شايفينه ده يا جماعه ده منظر النورمال اناتومي عند اي حد. عندي انتيريور سيليري فيسل ماشي فوق السكليرا قبل الليمبك بمسافه 2 3 مللي بيروح عامل بيرث للسكليرا. تمام؟ انا لما ابص ما اشوفش بقيته ما اشوفوش واصل للليمبك لانه عمل بيرث للسكليرا. تمام كده؟ قبل ما يعمل بيرث للسكليرا طلع برانش صغير اسمه انتيريور كونجنتايفال ارترس. هو ده البرانش اللي هيعدي الليمبك ويدخل. انا دلوقتي بقى خلاص فهمنا النورمال اللي موجود عند اي حد. انا بتكلم دلوقتي على كومبليكيشن اسمها كورنيال فاسكولاريزيشن. عندي احتمالين اثنين، يا اما ان الانتيريور كونجنتايفال اللي انا رسمته بالازرق ده بدل ما هو داخل واحد منهم يكبر اكتر ويدخل في الكورنيا اكتر، يا اما ان الانتيريور سيليال بعد ما ضغط وعمل بيرس للسكليرا يطلع منه برانش من تحت كده يدخل جوه الكورنيا. يبقى الاحتمالين بقى اللي هيحصلوا في الكورنيا الفاسكولاريزيشن هم حاجتين، يا الانتيريور كونجنتايفالي هو اللي هيدخل الكورنيا، يا الانتيريور تيريالي هو اللي هيدخل الكورنيا. احنا عارفين الانتيريور تيريالي فين والانتيريور كونجنتايفال فين والاناتومي ايه. الانتيريور كونجنتايفال طبعا واضح انه ماشي في الايه؟ في الحته السوبرفيشال بتاع الكورنيا، لكن الانتيريور سيليري تلاقي مكانه في الحته الديب بتاع الكورنيا كده. عشان كده الكورنيا فاسكولاريزيشن بيتقسم لخانتين اثنين سوبرفيشال فاسكولاريزيشن والخانه الثانيه ديب فاسكولاريزيشن. سوبرفيشال فاسكولاريزيشن وديب ايه؟ وديب فاسكولاريزيشن. لما نيجي بقى ايه؟ احنا خلاص فهمنا كلام الايه؟ البيزنس بتاع الموضوع ده، نقول بقى المقارنه السهله بينهم، ايه الفرق ما بين واحد عنده سوبرفيشال فاسكولاريزيشن او ديب فاسكولاريزيشن في الكورنيا؟ اول حاجه السوبرفيشال فاسكولاريزيشن جاي منين؟ جاي من الانتيريور كونجنتايفال ارتر. لكن الديب فاسكولاريزيشن جاي منين؟ جاي من الانتيريور سيليري ارتر. يبقى ده كده اول ايه؟ اول حاجه في المقارنه. السوبرفيشال فاسكولاريزيشن سميناه سوبرفيشال لان البلاد فيسلز ماشيه في السلك السوبرفيشال بتاع الكورنيا. انما الديب فاسكولاريزيشن سميناه ديب لان البلاد فيسلز ماشيه في السلكين الديب بتوع الكورنيا. طيب لما تيجي انت دلوقتي تبص على الكورنيا كده من فوق، لو هو الراجل اللي قدامك ده عنده سوبرفيشال فاسكولاريزيشن يبقى الفيسل قدام عينيك على طول، غير لما يبقى عنده ديب ويبقى الفيسل العميق كده جوه الكورنيا. عشان كده لما اجي انا ابص من فوق بقى الاقي السوبرفيشال فاسكولاريزيشن ده الفيسل لونه ايه؟ لونه برايت ريد، لونه زاهي لانه قريب من عينيا قوي، والاقيه الفيسل محدد كاني رسمه بالقلم اللي هو الحاجه اللي بنسميها ويل ديفاين. تمام؟ انما الديب فاسكولاريزيشن لانه عميق وتحت الاقيه مش برايت ريد، الاقيه دارك ريد، لونه غامق شويه لانه بعيد عن عينيا، والاقيه مش محدد كده، فده اسمه ال ديفاين. يبقى سوبرفيشال فاسكولاريزيشن لانه قريب من عيني وانا ببص بلاقي الفيسل برايت ريد وال ديفاين، لكن الديب فاسكولاريزيشن بلاقيه دارك ريد وايه؟ وال ديفاين. السوبرفيشال فاسكولاريزيشن لانه قريب من سطح الكورنيا تلاقيه رافع سطح الكورنيا فوقيه. زي الكوليك كده بتاعت الحكومه لما تكبر وتقول لك رفع الايه؟ الكونجنتايفا. لو ده الفيسل اهو، لو ده الفيسل كده تلاقي سطح الكورنيا ماشي وجه عند الفيسل وعلي كده عشان ايه؟ يعدي عليه. فبلاقي ان السيرفس بتاع الكورنيا هنا الريجولار، لكن السيرفس بتاع الكورنيا هنا سمول. كل المواصفات اللي بكتبها دي جايه بس من ايه؟ جايه من كلمتين، ان الفيسل ده سوبرفيشال وده دي. لغايه دلوقتي احنا ما قلناش حاجه،
اكتر من ان السوبرفيشال فاسكولاريزيشن جاي من الانتيريور والديب فاسكولاريزيشن جاي من الانتيريور سينيور. السوبرفيشال فاسكولاريزيشن ما دام سوبرفيشال يبقى في التلت اللي فوق ويبقى رافع الكورنيا في ايه ويبان الفيسل واضح برايت ريد وويند فايبر. الديب فاسكولاريزيشن لانه دي يبقى في التلتين اللي تحت بتاع الكورنيا ويبقى لانه عميق مش رافع سطح الكورنيا على فوق ويبقى دارك ريد وويند فايبر. ده الكلام الايه؟ الكلمتين اللي اتقالوا لغايه دلوقتي. السوبرفيشال فاسكولاريزيشن ده كل فيسل بيدخل ينقسم اثنين. فاكرين الحته دي كنا بنقولها فين؟ في البنر. لما كنت بتكلم في البنر بتاعت التراكوما والبنر بتاعت السليكتف كنت بقول لك المقارنه المشهوره والرسمتين اللي رسمناهم وقتها ان في السوبرفيشال فاسكولاريزيشن اللي موجود في البنر بتاع التراكوما كنت بقول لك ان البلاد فيسلز ديفايد دايكوتومسلي يعني كل واحد ينقسم اثنين. تمام؟ يبقى هنا البلاد فيسلز بقول انها ديفايد دايكوتومسلي لكن هنا البلاد فيسلز ما بتعملش ديفايد هي ستريم زي الفريكتيريول اربعه. احنا كنا بنرسم التراكومه البلاد كل فيسل انقسم اثنين لكن في الفريكتيريول اربعه انا برسم الفيسل داخل واحد زي ما هو. ده من الفروق اللي ما بين السوبرفيشال وما بين الايه؟ الديب. طيب ده بيحصل في حالات ايه؟ وده بيحصل بقى في حالات ايه؟ عشان ما نتلخبطش الديب فاسكولاريزيشن ده ما بيحصلش غير في حالتين اتنين. اول حاجه ديب التر لما تسمع الكلمه دي ديب التر او انترستيشيال كيراتايتس اللي هي الكلمه اللي كنا قلناها في تقسيمه الكيراتايتس. اي حاجه ثانيه غير الاثنين دول تبقى سوبرفيشال فاسكولاريزيشن. يعني مثلا مش في التريجيا في فاسكولاريزيشن في الكورنيا نوعه يبقى سوبرفيشال. تمام؟ الكورنيا الالتر العاديه اللي ما قلتش انها دي نوع الفاسكولاريزيشن فيها يبقى سوبرفيشال. هتقرا كده او كنت تسمعه من زمان ان من الكومبليكيشنز بتاعت الفيتامين بي 2 ديفيشنسي اللي هو رايبوفلافين يقول لك كورنيا فاسكولاريزيشن. تلاقيها مكتوبه كده من الاسباب بتاع الفاسكولاريزيشن يبقى سوبرفيشال. ما بنجيبش سيره الديب فاسكولاريزيشن الا في حاجتين في الانترستيشال كيراتايتس وفي الديب ارض. مش احنا كنا بنقول ان الديب فاسكولاريزيشن الفيسل فيه ما بيتسمش زي الفليكتينيول اربله؟ طب الفليكتين انهي واحده في الاثنين دول بقى؟ هي الفليكتين ديب ارض ولا الفليكتين ايه؟ هو الفليكتن لما بيعمل ألتر في الكورنيا الألتر بتبقى دي ولا سوبرفيشال؟ لا نفكر كده مع بعض بالراحه. الفليكتن لما بيعمل ألتر في الكورنيا احنا من البدايه يا جماعه قلنا ان الديب فاسكولاريزيشن ما بيحصلش الا في الديب ألتر وفي الانترستيشال كيراتايتس. صح كده؟ طيب كويس قوي. وقلنا ان المثال بتاعنا هنا ان البلاد فيسل بيدخل ستريت ما بيتقسمش شبه الكلام اللي كنا بنقوله في الفليكتينيول اربعه. طب هو الفليكتن لما بيعمل ألتر بتبقى ديب ألتر ولا سوبرفيشال؟ ده بقى السؤال. لا بتبقى ديب. مش احنا قلنا القاعدة إن كل البريفرال كورنيا الألتر دونت تند تو بيركوريت ما عدا الفليكتينيولار ألتر. هو معنى إن الفليكتينيولار ألتر تند تو بيركوريت إنها سوبرفيشال فوق ولا إن هي ألتر عميقة؟ إن هي ألتر ديب. احنا بس بإيه بنفتكر وبنربط الكلام بس مع بعض. يبقى الديب فاسكولاريزيشن بيحصل مع الديب ألتر وبيحصل مع الانترستيشال كيراتايتس والديب ألتر دي منها الفليكتينيولار ألتر. عشان كده نوع الفاسكولاريزيشن اللي في الفليكتينيولار بلس بيبقى ديب فاسكولاريزيشن. اوكي كده يا جماعه؟ طيب كويس قوي. انت بقى دلوقتي جاي تبص على الكورنيا انتروبوستيريور. انت قدامك كده قدام عينيك انت ما بتشوفش العيان بالوضع ده، ما بتشوفش العيان سيكشن كده، انت بتشوف العيان انتروبوستيريور. طيب كويس قوي. لما اجي اتكلم على سوبرفيشال فاسكولاريزيشن ادي الانتيريور سيليا اللي وصل لحد هنا ووقف طلع منه الانتيريور كونجنتايفال عدى الليمبك ودخل على الكورنيا اكتر. ده المنظر العادي خالص بتاع سوبرفيشال فاسكولاريزيشن. جميل قوي. بصوا بقى الديب فاسكولاريزيشن لما ببص انا يحصل ايه؟ ادي الانتيريور سيليا اللي جه لغايه هنا ووقف.
الانتيدروسيليا ده هو جيل لايت هنا ووقف. الفيتل بقى اللي طلع من الانتيدروسيليا ده وعدى ودخل في الكورنيا، في الجزء ده اللي هو 2 3 مللي اللي هو لسه في السكليرا قبل ما يوصل للليمبا، اما تبقى انت باصص كده من فوق تبقى شايفه؟ لا، لانه جوه السكليرا. امتى تشوفه؟ لما يدخل في الكورنيا في الجزء الكلير. طب ده يفرق معايا في ايه؟ اما ابص بقى من قدام انتروبوستيريور الاقي المنظر بقى عامل ايه؟ يبقى الاقي الديب فاسكولاريزيشن يتهيأ لك كان الفيتل ايه؟ مقطوع او مش مقطوع ولا حاجه، هو فيتل واحد بس الاثنين ثلاثه مني دول انت مش شايفهم لان هم دول الاثنين ثلاثه مني اللي الفيتل فيه هم اهو مستخبي في قلب السكليرا والسكليرا اوبيك ما اقدرش اشوف ايه اللي وراه. تمام؟ فالفرق الاخير بقى خالص الكلينيكال اللي ما بين الاثنين ان السوبرفيشال فاسكولاريزيشن انا بشوف الفيتل مع الليمبر. يبقى بشوف الفيتل كروسنج ذا ليمبر. لكن الديب فاسكولاريزيشن الاقي الفيتل بص كده الفيتل يبقى ماشي جوه الكورنيا ويجي عند الليمبر يقف ينتهي. يتهيأ لك كان الفيتل انقطع او كان الفيتل انتهى عند الليمبر، هو ما انتهاش، هو مكمل بس مكمل تحت السكليرا فانت مش شايف. فهنا الفيتل يقول لك اند ات ذا ليمبر. يبقى اخر فرق بين السوبرفيشال فاسكولاريزيشن والديب فاسكولاريزيشن ان انا لما ابص كلينيكالي بقى على العيان في الاخر الاقي السوبرفيشال فاسكولاريزيشن بلاقي الفيتل فيه معدي الليمبر، لكن في الديب فاسكولاريزيشن بلاقي الفيتل منتهي عند الليمبر. اوكي كده يا جماعه؟ الخانه دي كلها تلفظ. اللي هي خانه الايه؟ النمبر فوريد الالتر. بس كده يا جماعه؟ نيجي بقى على الخانه الثانيه اللي هي ديرفوريد الالتر، الالتر اللي عملت بيرفوريشن انا عاوز اشوف الالتر اللي عملت بيرفوريشن دي هتعمل عندي ايه؟ اتفقنا يا جماعه مبدئيا على ان انا عندي فرق كبير قوي ما بين سنترال بيرفوريشن وبريفرال بيرفوريشن ولازم اميز بينهم. وقلنا ان الخطير قوي هو السنترال بيرفوريشن لان بتفضل العين مفتوحه، قلنا الكلام ده. لكن البريفرال بيرفوريشن ليه اقل بالخطوره؟ لان دايما الايرس هتطلع تسد البيرفوريشن. لما الايرس تطلع تعمل المنظر اللي بتكلم عنه عملت لي ميزه مهمه قوي، خدت البربوريشن فقفلت العين، منعت ان انفكشن مثلا يدخل جوه العين. الحاجه الثانيه الايرس مليانه فايبروبلاست وبلاست فيتل فبتساعد الهيلنج بتاع البربوريشن. فالهيلنج بتاع البريفرال بربوريشن بيحصل بسرعه وبيحصل في كل الحالات، لكن السنترال بربوريشن هي اللي ممكن الهيلنج بتاعها يبقى صعب جدا والايه والبربوريشن يغلبنا لحد ما يحصل هيلنج. ماشي كده؟ نبدا بقى نشوف بالراحه كده البلفوريت الالتر. اول احتمال عندي هو سمول ريفرال كورنيا بلفوريشن. هنرسم الرسمه وهنشوف ايه اللي هيحصل ونشوف نطلع منها ايه. ادي كورنيا يا جماعه دي، ادي المنظر عندي خالص، ده السكشن العادي اللي موجود. انا دلوقتي حصل عندي المنظر ده، شايفين البريفرال بيرفوريشن الصغير هو كده المنظر ده، يبقى كده اسمه سمول بريفرال بيرفوريشن، حجمه صغير وموجود في البريفر. اول ما يحصل السمول بريفرال بيرفوريشن شويه الميه اللي جوه العين شويه يطلعوا منه، يروح الايرس طالع وراه. اتفقنا ان اللي مرجع الايرس وراه هو الايكوال اللي في الانتيرور تيمبر. اول الايرس ما يرجع وراهم
يروح الايرس جاي تاجد البرفوريشن وعامل ده يروح الايرس جاي تاجد الايه طالع شويه كده تاجد البرفوريشن جميل كده يا جماعه الايرس طلع تاجد البرفوريشن وساعد الهيلنج بتاع البرفوريشن تلاقي بسرعه قوي يحصل فايبروزس والفايبروزس يروح شابك الايرس فيه المنظر ده بنقول عليه بريفرال انتيريور ساينيكيا كلمة ساينيكيا دي أول مرة نسمعها لكن هنسمعها كتير بعد كده كلمة ساينيكيا دي هتتقال كتير بعد كده ساينيكيا يا جماعة معناه أدهيزن هنقولها كتير واحنا بنتكلم في شابتر الايه الايرس والسيريال بول فهديك معناه ادهيجنز ادهيجنز ما بين ايه وايه دايما الايرس طرف في الادهيجنز دي ولو الايرس شبكت في الحاجه الانتيريور لها اللي هي الكورنيا هسميها انتيريور سايديكيا ولو الايرس شبكت في الحاجه البوستيريور اللي هي الهند اللي هنا هسميها بوستيريور سايديكيا هنا طبعا الايرس شبكت في الكورنيا فسميتها انتيريور سايديكيا ولانها شبكت في الكورنيا من عند البريفري خالص سميتها بريفرال انتيريور ايه؟ سايدي يبقى هنا سمول بريفرال كورنيا بيرفوريشن نهايته انه بيعمل بريفرال انتيريور سايدي وده على فكره من الاختصارات المشهوره اللي ممكن تلاقوها مكتوبه كده في امتحان او في سؤال ام سي كيو او كده اختصارات لازم ابقى عارفها يعني بريفرال انتيريور سايدي يبقى سمول بريفرال كورنيا بيرفوريشن نهايته ايه؟ نهايته بريفرال انتيريور سايدي طيب البريفرال انتيريور سايدي دي مشكلتها ايه؟ افرض واحد حصل عنده المنظر ده يعني عينه هيجرالها ايه يعني؟ هي حته الاوباسيتي دي تاثر معايا في النظر؟ لا مفيش تاثير على النظر. امال المشكله في ايه؟ سائل اللي جوه العين اللي هو الايكون عشان يتصرف ويطلع من جوه العين لبره بيطلع من خلال الزاويه دي اللي هي اسمها الانجل اوف انتيريور شامبر. بنفهم بس كده دلوقتي لحد ما يجي وقتها السائل اللي هو ده بيطلع من جوه العين لبره من خلال الزاويه اللي بين الكورنيا والايرس اللي اسمها الانجل اوف انتيريور شامبر لما يجي الاكوس يطلع من هنا الانجل هنا مفتوحه الانجل مقفوله يبقى الاكوس ممكن يتحجز جوه العين والضغط يزيد ويحصل سكندري بلوكوز ده اللي كميته قلت والايرس طلع ده في وقت ما كان فيه بيرفوريشن دلوقتي انا ايه ظللت البيرفوريشن خلاص كده بالاسود يعني البيرفوريشن ده لحم بفايبر ارتيشن والفايبر ارتيشن شبك الايرس العين رجعت اتقفلت تاني والاكوس الجديد بيتفرس تمام يلاقي الانجل مقفوله بس انت يا جماعه ماشيه معايا كده رجع الايه؟ رجع الاكوس بيتفرد تاني والعين اتقفلت تمام فالانجل مقفول فممكن يحصل سكندري ايه؟ سكندري جلوكوما لكن عاده عشان البرفوريشن صغير الانجل ما بتتقفلش غير في جزء صغير هو كده لو واحد عنده المنظر ده يبقى اتقفلت عنده نص الانجل يعني انا دلوقتي راسم الانجل حته هنا وجزء هنا الانجل دي مفتوحه والانجل دي مقفوله عدد ما هنا نص الانجل مقفول هو ده الحقيقه؟ لا طبعا الحقيقه مش كده الحقيقه ان الانجل دايره 360 درجه لما جيت انت ترسم سيكشن وتقطع السيكشن بتاعك قابل الانجل في نقطتين تمام؟ عندي انا هنا الدريفرال انتيرو تانيك الانجل مقفوله لكن مش معنى كده نص الانجل مقفوله ده الانجل كده كل ده مفتوح الحته دي بس اللي مقفوله عشان كده احتمال السكندري جلوكوما مع البريفرال انتيرو سايليكي يبقى قليل. تقرا كده يعني الاحتمال مش احتمال كبير. يبقى ممكن البريفرال انتيرو سايليكي تعمل سكندري جلوكوما لكن السكندري جلوكوما هنا قليل لان ما بيتقفلش غير جزء صغير من الانجل. مش انا بتكلم على بيرفوريشن صغير. نعم. موضوع الانجل اي حاجه يا جماعه في العين دايما لما بنرسم اي رسمه في العين اي حاجه في العين دايره
لما نيجي احنا لما يبقى عندنا دايره وانا اجي بالسكينه اخد فيها سكشن المقطع، المقطع هيقابل الدايره في ايه؟ في نقطتين اثنين. فدايما كل حاجه في العين بتترفق حتتين اثنين. مش انا دلوقتي لما واخد سكشن اهو، مش انا رافق حته ايرس هنا وحته ايرس هنا، هو ده المنظر في الطبيعه؟ لا، المنظر في العدل الايرس دايره. ولو هتكمل الرسمه حته سيليري بودي هنا وحته سيليري بودي هنا، ولما ترسم الكريستالاين لينز تلاقي شويه زوليون هنا معلقين اللينز وشويه زوليون هنا، كل دي رسمه لاني قطعت سكشن، كل حاجه من دي دايره. لو حد عاوز يتكلم عن حاجه يقول لي، ماشي معانا الموضوع يا جماعه كده؟ يبقى هنا ممكن يحصل بريفرنس اكسيرو كلينيكال سكندري جلوكوز كده. ايه؟ السمول بريفرنس بيربوريشن. عرفنا ايه اللي هيحصل. طيب الاحتمال اللي بعده اللي هو لارج نرسم برضه الرسمه ونشوف هيحصل ايه بالدرجة بريفرنس بيرفوريشن. ادي منظر الكورنيا. وادي الايرس. ماشي يا جماعه؟ درجة بريفرنس بيرفوريشن يعني حصل عندي المنظر ده. ده معنى كلمة لارج ايه؟ بريفرنس بيرفوريشن. خلي بالنا بقى، لما كان عندي، احنا اتفقنا من البداية يا جماعة الأول إن أي كلمة فيها كلمة بريفرنس بيرفوريشن الأير ستاتوس هتطلع بسلسلة البيرفوريشن. بس البيرفوريشن لما كان صغير كانت يا دوبك الأير تطلع تبدأ في الكورنيا في الباك بتاعها من ورا. هنا البيرفوريشن كبير قوي. البيرفوريشن الكبير ده يسمح للأير انها تبقى طالعه كلها كده من البرفوريشن. مش بس الاير تبقى لازقه في الايه؟ في ظهر الكورنيا من ورا، لا، ده الاير كلها تبقى بلجن، تبقى طالعه، تشوف حته في الكورنيا مفتوحه وبلجن منها الاير. المنظر ده اسمه اير برولان. ايرس برولانس ده كلمه كده بتتقال لما الايرس تطلع بره العين. لما الايرس تطلع بره العين في الحاله دي او في اي حاله ثانيه هتمر علينا هنقول كلمه ايرس برولانس دي كذا مره. ماشي كده يا جماعه؟ يبقى انا عندي ايه؟ يبقى انا عندي دلوقتي اي بريفرال بيربوريشن مفيش لخبطه، اي بريفرال بيربوريشن هيروح الاكوس طالع وطالع وراه الايرس. بس انا لما اتكلمت بالمره الاولانيه على بريفرال بيربوريشن صغير، البريفرال بيرفوريشن الصغير اللي قد فورم الابره ده ما يكفيش للايرس انها تطلع منه، يا دوبك الايرس تطلع تلزق في ظهر الكورنيا فتعمل بريفرال انتيريور سينيكيا. انا بتكلم دلوقتي على بريفرال بيرفوريشن كبير يسمح للايرس انها تبقى بلجك وتطلع من البيرفوريشن، المنظر اللي اسمه ايرس برولان. نهايه المنظر ده ان الاقي البيرفوريشن ده اتقفل بايه؟ بفايبرستيك. والفايبر تيشو بقى جواه الايرس لازقه فيه، المنظر ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ما احنا لسه بنسمعهم في الاول. اسمه ايه؟ سكار في الكورنيا الايرس لازقه فيه، يبقى اسمه ايه؟ انتوا بتسمعوا في الصفحات بترجعوا للماضي، ده الكلام اللي احنا بنشوفه ساعه. يبقى اسمه ليوكوبا ادرا. ماشي يا جماعه؟ قلنا اللي حصل هنا، خليكم معايا يا جماعه، قلنا اللي حصل ايرس برولابس، الايرس برولابس ده نهايته البربوريشن يتقفل بفايبر ابتشو وتفضل الايرس لازقه في البربوريشن. المنظر ده اللي انا رسمه اللي هو الايرس انكابسوليتد فيه. طيب برضه نفس الكلام، مش الايكوس عاوز يطلع من الانجل؟ الاكوس هنا هيلاقي الانجل مقفوله، فممكن ضغط العين يجرى له ايه؟ يعلى، يبقى عندي هاي انترا اوكيلار بريشر.
ضغط العين العادي لما يجي يزق على الكورنيا الطبيعيه ما يعرفش يزقها. طب لو مش ممكن يزق الاسكار ده ويخلي الاسكار بالجنج والايرس برضه تفضل لازقه فيه يبقى اسمه ايه؟ انتيريور ستافيلوما. يبقى الايرس كورونات هتعمل حاجه من الاثنين اللي احنا عارفينه، يا نيوكوما اديرانا يا انتيريور ستافيلوما. يبقى ده الايه؟ يبقى واحد عنده لارج بريفرال بيربوليشن، لارج بريفرال بيربوليشن يعمل ايرس برولات. الايرس برولات لما تعمل هيلينج هتعمل هيلينج طبعا الايرس هتبقى شابكه في الاسكار بتاع الكورنيا. لو فضلت الاسكار في مكانها بقت اسمها ليوكوما ادهم، الكلام اللي احنا بدانا بيه. لو حصل سكندري جلوكوما والضغط العالي عرف يزق الاسكار فبقت الاسكار اكتاتيك والايرس لازقه فيها برضه بقت ان عندي انتيريور ستافيلوما. بقى فهمنا كده ان عندنا انتيريور ايه؟ ستافيلوما. احنا فاهمين كويس قوي يعني ايه الليوكوما النون ادرانت والليوكوما الادرانت والكراتيك تيزيا. وقلنا يا جماعه ان الاربع حاجات دول جمعناهم في الاول اساسا عشان هما ديفرنشال دايجنوزز لبعض. يعني لما بيجي سؤال ديفرنشال دايجنوز بتاع كذا انا بكتب الثلاثه التانيين. طب كويس قوي، انا في سؤال ديفرنشال دايجنوز بكتب ايه بقى؟ تحت كل عنوان يعني ديفرنشال دايجنوز كذا وكذا وكذا ثلاث عناوين، تحت كل عنوان بكتب الكلينيكال بيكتشر بتاعتها. فانا هنا بشوف ادي واحد اهو المنظر اللي هو اسمه ليوكوما اجرم، ايه العلامات الكلينيكال اللي انا هشوفها فيه؟ ادي الايرس لازقه في الايه؟ الايرس اهي. المنظر ده اللي هو اسمه ليوكوما ادرا في ثلاث حاجات كلينيكال هشوفهم فيه عشان لما يجي لنا بقى سؤال ديفرنشال دايجنوزس اعرف اكتب ايه. اول حاجه انت هتشوف طبعا جزء سكار حته لونها ابيض في الكورنيا ليوكوما، تمام كده؟ وهشوف الايرس اللي هو ملون لونه براون مثلا لازق في ظهر الاسكار. يبقى اول علامه هشوفها هلاقي الاير بيجمنت اللي هو الجزء الملون اون ذا باك اوف ذا كورنيا. هلاقي الاير بيجمنت على الباك. يبقى لما اقول لك ان يكون ادرانت دي ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعتها؟ الكلينيكال بيكتشر بتاعتها ثلاث كلمات اللي انا هكتبهم بقى لو جالي سؤال يعني ديفرنشال دايجنوزز او سالت فيه. هقول اول حاجه الايرس بيجمنت ده هلاقيه لازق على الكورنيا، هلاقي حته ملونه على ظهر الكورنيا. طيب الحاجه الثانيه نعم الليوكوما دي لو ما كانتش دنس، لو ما كانتش دنس قوي مش هقدر اشوفها. غير كده كمان انا لو بصيت من خلال الليوكوما عشان اشوف الايرس البعيد عنها ده، يعني لو عندي هنا مثلا ليوكوما من ادرا بقول لك ان الايرس ديفيد البعيده دي نص سين، انما بيبقى الايرس لازق في ظهرها على طول ممكن انت تشوف الايه؟ الشادو بتاع اللون الايه؟ البراون لون الايرس ده يعني. ثاني حاجه كريتيكال المسافه دي اللي بين الكورنيا والايرس اسمها عمق الانتيرور تشامبر. الديبث بتاع الانتيرور تشامبر المفروض ان عمق الانتيرور تشامبر هنا يبقى قد هنا، هما هنا ما بقوش قد بعض. حته كبيره وحته الانتيرور تشامبر صغر قوي فيه. يبقى الحاجه الثانيه اسمها الريجولا ديبث اوف انتيرور تشامبر. طيب الحاجه الثالثه اللي بشوفها في الليوكوما فين البيوبل هنا على الرسمه؟ بصوا يا جماعه كده ده السكشن اللي انا عامله اهو، شايفين البيوبل؟ هي دي الفتحه اللي في الايرس اهي. يبقى البيوبل شايفين اتشدت ازاي جنب الاسكار؟ طب لو انت بقى بتبص من قدام انترو بوستيريور ادي الكورنيا اهي، ينفع انك تقول لي هشوف البيوبل عادي راوندد كده ومنتظمه وفي السنتر؟ لا طبعا، شوف البيوبل عامله كده اسكار اهو الكبير، تمام؟ البيوبل عامله كده، تلاقي البيوبل مشدوده خالص، شايفها في السكشن عامله ازاي؟ تلاقي البيوبل مشدوده يمه الايه؟ يمه الاسكار. يبقى ثالث حاجه ان انا بلاقي عندي الريجولر او يتقال عليها بير شيبد بيوبل. بير شيبد يعني ايه؟ بالظبط كده.
ماشي يا جماعه؟ يبقى الكلينيكال بيكتشر بتاعه الليوكوما ادرام هما ثلاث كلمات، ما احنا قلنا دول اسمهم ديفرنشال دايجنوز مع بعض. فلازم اعرف لو جاتي سؤال ديفرنشال دايجنوز انا هعمل ايه؟ ماشي يا جماعه؟ الليوكوما ادرام تمام؟ كلينيكالي مكونه من ثلاث حاجات او بشوف فيها ثلاث حاجات. بشوف لون الايرس اللي هو لونه بني او لونه كذا على ظهر الكورنيا. ببص على عمق الانتيرو تشيمبر الاقي عمق الانتيرو تشيمبر مختلف من مكان لمكان. بلاقي البيوبل بير شيبد بالطريقه دي. تمام؟ لو ضغط العين عادي تتحول الحاله من ليوكوما ادرمال لايه؟ لانتيريور ستافيدوما. الاسكار اهو والايرس برضه طبعا شابكه في الاسكار. مش نفس الثلاث حاجات دول موجودين في الانتيريور ستافيدوما برضه؟ هم هترجع تقولهم تاني. يبقى دول الثلاثة دول موجودين في الانتيريور ستافيلوما. ايه الفرق الوحيد؟ ايه الحاجة الوحيدة اللي زادت في الانتيريور ستافيلوما عن الليوكوما ادرام؟ ان الاسكار بالظبط، يبقى زاد عنها الاكتافيك سكار. زاد في الليوكوما ادرام عن الانتيريور ستافيلوما الاكتافيك سكار. بس كده يبقى لو قلت لك الانتيريور ستافيلوما تقول الثلاث حاجات دول زي ما هم وتقول ان الاسكار بقى اكتافيك. من اول ما بدانا النهارده نرسم سكار في اكتيزيان ما رسمناش كده ابدا. ما رسمناش سطح الاكتافيك سكار منتظم كده. دايما في اي رسمه كنت برسم السطح كده. يبقى الاكتافيك سكار دايما اقول ان سطحه له الريجولار سيرفيس. اقول ان انا عندي سكار بقى اكتافيك بقى بلجن ولو الريجولار سيرفيس. ليه يا جماعه الريجولار سيرفيس؟ مش احنا بنقول ان البلجنج بتاع الاسكار مرتبط بان انا عندي ضغط العين اللي عمال يزق والاسكار بقى ضعيف؟ طيب القوه ما بين اجزاء الاسكار وبعضها مش متساويه خالص. يعني كل الكورنيا السليمه قوتها زي بعضها، لكن الكورنيا اللي باظت دي قوتها مش زي بعضها. ليه؟ كان عندي هنا ايام ما كان في ألسر في البدايه خالص او بيركوليشن كان عندي هنا انفلاميشن جامد عمل فايبر اوبتيكو كتير. هنا انفلاميشن اقل عمل فايبر اوبتيكو اقل، هنا اكثر شويه، هنا اقل شويه، يبقى كل حته لها قوه مختلفه. يجي بقى الضغط يزق الحته الضعيفه يزقها اكثر، الحته الاقوى شويه يزقها اقل، فتلاقي النهايه من سطح الكورني عامل كده. ماشي؟ يبقى في الانتيريو ستافيلوما بتقول اكتافيك سكار علشان ايه؟ علشان او بتقول اكتافيك سكار والسطح بتاعه الريجولار. الاول ان يحصل له هيلينج
يا اما ده اللي اول مره نقوله بقى اللي هي الحاجه اللي اسمها فيلير اوف هيلينج ما يحصلوش فيه انقطاع، لان احنا اتفقنا ان الايرس هو اللي كان بيساعد الهيلينج وهنا مفيش ايرس، يبقى يا هيحصل هيلينج يا هيحصل فيلير. بص لو حصل هيلينج لو اتقفل البركوليشن بفايبر اوبتيك المنظر ده اسمه ايه اللي احنا قلناه؟ المنظر ده سكار في الكورنيا اهو، الايرس ده داخله ولا لا؟ لا، يبقى اليوكومرال اديرال في السنترال بارت، يبقى سنترال ليوكوما نون اديرال، ده الاكسبشن بتاع القاعده اللي قلت لكم عليها. قلت لكم لها اكسبشن واحد، مش احنا كنا بنقول دايما ان اليوكوما اديرال بقولها في البرفوريتد التر والنون اديرال بقولها في النون برفوريتد التر. هنا مع اني بتكلم على بيركوليت الاكثر والصباح ادهرنت، عمر الليوكوما هنا بالذات ما تبقى ادهرنت ابدا، لان السنترال بيركوليشن ما فيش وراه ايرس اصلا، فهيبقى ادهرنت الايه؟ تمام؟ ماشي يا جماعه؟ فيليير اوف هيلينج ده اللي هو الكورنيا فيستولا اللي احنا هنبتدي بيها ان شاء الله بعد كده. المره اللي جايه يعني ان شاء الله. يبقى احنا دلوقتي ثانيه واحده بقى خلاص. نجمع بس يا جماعه الكلام في المبنى. وبقى بقى حاجه صغيره كده المره الجايه نجمع الكلام في دماغنا يا جماعه. لازم ابقى فاهم كويس قوي عشان الكلام ما يتوهش. ارسم بس الرسمه البسيطه اللي احنا بنرسمها هتلاقي الكلام جاي منطقي جدا ورا بعض. اي بريفرال بيركوليشن هي واحده يا جماعه احنا جمعنا الموضوع ده. اي بريفرال بيركوليشن الايرس هتطلع في سنتر، تمام؟ مفيش جدال في كده. ودايما لان الايرس طلعت لازم هيحصل له هيلنج وهيتكون فيه فايبر تيشو. ما ابداش هقول احتمال الفيلير اوف هيلنج ده غير لما اتكلم على سنترال بيرفوريشن. لكن البريفرال دايما هيحصل له هيلنج. طيب لما يبقى عندي بريفرال بيرفوريشن صغير يا دوبك الايرس تعرف تلزق فيه. لكن الفتحه الصغيره زي خرم الابره كده ما تسمحش للايرس انه يطلع منها. يطلع الايرس ويعمل برولابس مع البيرفوريشن الكبير. يقوم يقدم نتيجه من اثنين، يا ليوكوما ادرن يا انتيرو سابيلوما، وعرفنا الفرق ما بينهم. ماشي كده يا جماعه؟ الكلام ايه؟ الكلام ده صح. عندكم انتوا يوم الثلاث، عندكم الثلاث ان شاء الله امتحان ايه اللي فيه؟ اند راوند ايه اللي فيه؟ عشان كده احنا مره بكر بالبريشن صغير يا دوبك الايرس تعرف تلزق فيه. لكن الفتحه الصغيره زي خرم الابره كده ما تسمحش للايرس انه يطلع منها. يطلع الايرس ويعمل برولابس مع البرفوريشن الكبير. يقوم يقدم نتيجه من اثنين، يا ليوكوما ادرن يا انتيرو سابيلوما، وعرفنا الفرق ما بينهم. ماشي كده يا جماعه؟ الكلام ايه؟ الكلام ده صح. عندكم انتوا يوم الثلاث، عندكم الثلاث ان شاء الله امتحان ايه اللي فيه؟ اند راوند ايه اللي فيه؟ عشان كده احنا مره بكره